يا صباح النور يا مساء النور. فيديو اليوم فهو مختلف على الفيديوهات يعني اللي كانوا. هذا الفيديو هذا فغادي يكون واخيرا تحضير حمام البيت. شحال وانا تنتسنى باش نحط لكم هذا الفيديو هذا، لحقاش خدينا بزاف ديال الوقت، يعني بجينا شحال هادي كل نوبة ندير حاجة كل نوبة ندير حاجة. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم. اي سي بارتي، ومرحبا بكم في الجزء الثاني من تحضير حمام البيت. دونك بالنسبه للجزء الاول فدرنا فيه بزاف ديال الاشياء، من اول رميت بزاف ديال الاشياء، درنا الغونجمون، كاينين بعض المنتجات اللي رميتهم اللي ما لاقوا لياش واللي لاقوا ليا رويتهم لكم في الفيديو اللي فات. نبقاو معايا حتى الاخر ديال هذا الفيديو هذا، غادي ندوزكم ديريكتومون الى الفيديو اللي فات. دونك هادو هما لي زيتاب اللي حنايا درنا. درت التري، رميت بزاف ديال الاشياء معكم، وريت لكم النزبين واللي خايب، ودرنا المهم في هذا الشيء. مشينا درنا معكم دويره في المحلات وشفنا ما هو الجديد، واختارينا الصباغه مع بعض وبدينا الصباغه مع بعض، ودرنا الصباغه الاولانيه اللي عباره عن سكوش اللي حيدت لنا داك اللون الاحمر، وجميع التفاصيل وجميع المعلومات كلها هي غادي تلقاوها في الفيديو اللي فات. موراها صبغنا عاوتاني بالابيض، موراها عاوتاني صبغنا باللون اللي غادي تشاهدوا معايا بعد قليل. المهم بالنسبه لي ريفيرونس ديال الصباغه اللي درت واللي حيدت لنا داك اللون الاحمر، فكل هي كما قلت لكم غادي تلقاو الماركه وغادي تلقاو لي ريفيرونس وغادي تلقاو فين شريتهم كلها في الفيديو اللي فات. وكانت النتيجه النهائيه ديال 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 الصباغه هي هذه اللي غادي تشاهدوا معايا بعد قليل. المهم نطوينا الدنيا مزيان، ودابا غادي نكمل لكم المشتريات اللي ما كملناش، وغادي تبان لكم النتيجه النهائيه. تبعيني فغادي عاوتاني نبدا فيديوهات ديال الوزن وديال الرشاقه وديال الحفاظ، لحقاش الدخول المدرسي في فصل الصيف وخصوصا في الاواخر ديال فصل الصيف، ما نقول لكم الشهيوات الحليوات الوليدات تندوق، ولكن واخا هكاك انا ما خصنيش ندوق تندوق وتنتعشى مع الطلاب، دونك هذاك العشاء مع الطل هو اللي تيخليني حتى هو. وما زدتش في الوزن بزاف، ولكن خاصني نرد البال، يعني خاصني نرد البال حتى خاصني عاوتاني نرجع للروتين ديالي الصحي ديال فطورات صحيه وجبات صحيه، دي سالاد، ما بقاش نتعشى معطله، ناخذ حسوات ان شاء الله. الا بغيتوني نشارك معكم انا عاوتاني هاد الروتينات اللي هما كلهم تحفيز وموتيفاسيون، فكتبوا لي شي في التعليقات. وخديت الميزان، دونك الميزان باش نبدا نشوف راسي ايش فاصي 6 كيلو خاصني نمرض البال، وبيان سور الرياضه. دونك الميزان خدينا حتى هو من عند جيتي كما قلت لكم، بما ان كان عندي -30% وخدينا ميس ايا اللي اختارت لي هذا الميزان هذا. ماشي اوف 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 فوالا صارت بحال هكا اوف داير بحال هكا. شكون اللي كاين عنده ميزان في لاصال دو بان تاعو؟ شكون تيعبر راسو؟ الى بنات كنت معبر راسي ديك الساعه كنت دائما نقول لصاحبي تنعبر راسي جدي وبسيدي، ولكن عاوتاني رخيت على راسي من بعد، لحقاش الحمد لله لقيت واحد الوزن اللي هو عجبني. ابخي دابا خاصني نرجع نعبر راسي عاوتاني، دونك غادي نحيد ليا هادي باش يبدا يخدم. فوالا حيت كانوا عندي دي سيرفيات اللي تنديرهم فوق لافابو، فكانوا شو شويه احمرين على حسب لا ديكوراسيون. دابا خديت هادو بيضين الا تمسحي بهم هي لافابو، وخديت هذايا البنات فكان خاصني هذايا، كانت نصحتني به واحد المتتبعه وشريته، ولكن ما عرفتش فين ضاع ليا. عرفوا حيت مره تيكونوا الدراري وكلشي تيهز، ما عرفتش هذا هو اللي تيمسح الزاج تيبقى يبري، يبان لكم شنايا شويه غاليين ولكن زوينين. والحاجه اللي انا تنتفاداها خصوصا في هذا الحمام هذا هي نخوض شي حاجه ديال الزاج اللي هي تتهرس، الدراري تيستعملوه خصوصا سوريا تبارك الله، فمكان اللي طيح عليهم. دونك كانوا عندي وحدين حمرين شحال هادي، ف شي 7 سنين هما كاينين عندي، وخديتهم بالبلاستيك داك البلاستيك القاسح
موقع ليهم والو، كنت خديتهم من عند من لوغوا ميرا، تا هو تيبيع داكشي فغيمون زوين خاص بلونجمون. قلت علاش لا هاد النوبة هادي غادي نخدهم ليهم ديال الخشب، وبالنسبة لهذا تتحطي فيه اما هذا هي تيليق باش تحطي فيه دونتيفريز، تحطي فيه كاع داكشي ديال الغسيل. كاينه فيه هادي شتي معايا، تتغسلي وتتعاودي ترجعي عاوتاني لهنا. هذا هي ديال الخزامه اللي تيخلي واحد الريحه اللي هي زوينه، غير تديري ليه غير هكا بلاش. تحيدي هيدي هذا هكا وتديري هكا وتحطي فواحد القنيت، وتيبقى يخرج لك واحد الرويحه زوينه. يعني تحطيه مثلا في الميحاض حاشاكم او تحطيه في الحمام، يعني تيعطيك فريمون واحد ماشي درت تنشم ريحه ديال الخزامه تطلع. دونك هذا هي البنات فخديتو من عند جيفي. هاد لي شوشو يعني بحال هكا، فوالا هادو هي البنات فخديتهم اليوم من عند جيفي. فوالا هذا هي ميس اللي خدنا ميس خدات هذا وخديت لسوريا هذا، وباقي واحد جديد ديال يانيس او بلاستيك ورخيص. جوري غادي نوري لكم خديتو، يمكن ما مابقاش عقلت على الثمن نتاعو، ولكن قدامو بالمقارنه مع الاتين اللي كنشوفو ديال لي سيشوب. هذايا راه صابو الكو، غير نتوما الا شريتو بحال هاد الماتيريال من عند اكسيون فدائما احتفظوا بليتيكيت كاس، لحقاش بعض المرات راه تيخدمو واحد الشهر وابقى تيستي تسكتها هكا. ندير ليها رويصه نتاعو. عفوا انا دائما في فصل الشتاء فحيت ندوش الوليدات فتنشف لهم شعرهم، ما تنخليهمش لحقاش اون جينيرال، فتندوش لهم في الليل وتيمشيو ينعسو، وما غاديش ينعسو بشعر مسكين فازك. بعض المرات تندير لهم ديك الخرقه ديال حياتي باش تمصيهم، ولكن ما ماشي بحالنا ما تيخليوهاش في قرصهم فهمتي. دونك لابد خاصني انايا سي شوفو وسي شوفو فاتي مهم جدا. بعض المرات شي حويجه ما تنشفليكش او سوريا عمرات حالتها بالماء دغيا خاصني شي حاجه تنشف ليا، دونك تنحتاجو بزاف مره في الدار. شنو غادي خديتها ليا نيس ما يخص المشتريات البسيطه اللي خديت الحمام. دونك غادي نحيدهم وغادي نبدا العمليه ديال النيتواياج، وغادي نبدا العمليه ديال ديكوراسيون، وان شاء الله تكون النتيجه النهائيه زوينه في هذا الحمام هذا اللي كان فريمون دي طرافو ا بوتي بري، لحقاش كلشي درناه غير ريوسنا. دونك هنايا غادي نبدا العمليه ديال التنظيف. شوفوني ولا لا بصليكم الطبليه كيفاش هاد الطابليه هادي، كنت ديجا وريتها ليكم في الفيديوهات ديال لي لانش بوكس فوالا، ولبستو البيتا باش نبداو المعقول. دونك هادو هي البنات، هذا غادي نرمي، هاد الشوشو هادو هما غادي نرميهم، الكيس غادي نصبنو. سمعي كنت شريتهم من عند جيفي وتخزو ليا مع الوقت. هذا ما غاديش تنهضوا ما يدير، غادي نحكو مزيان لحقاش القريتين تاعتو زوينه، غنحكو مزيان وغادي نرجعو مع الاخر. مهما تيكون عندو لوغونجمون في الحمام مهما تكون مهما تيكون مزيان. دونك هذا غادي نخديه هنايا الصابون البلدي ديالو، تلحق شحال هادي ما درتها الصابون البلدي صافي ما بغاش زوين، ومع لي شوشو كلشي غادي نضم. اونسويت فا غادي نقبض هذا باش غادي ننظم باش غادي ننظف الحمام. الأدوية اللي تستعمل ميس عاوتاني حاليا تستعمل هذا ديال مارك اوبير مانافا زيون، حتى انا مره كنستعملو وما تيوقف لياش البشره
و رابور كاليتي بري اكسيلون فريمون، هو ارخص واحد ولكن فريمون نفعو نتاعو زوين. او بالنسبه للشعر فتستعمل هذا ولكن ما عجبهاش، قالت لي لا ما عجبنيش هي القشره، شفت معايا راه ما كملاتوش، ولا تستعمل غير سميتو هذا هذا هذا، قالت لي ما عجبهاش. وسيرتو خلو ليا التعليقات نتاعكم ازيد في التعليقات، و الى تعجبكم الطريقه اختاروا لي فيديوهات مع العائله نتاعكم مع الناس اللي تشوفوهم بانهم غادي يعجبوهم الفيديوهات ديالكم، يعني احسن من هذاك اللي كان عندنا الدوشي بهذا، خاصه انا نستعمل انا ولا تستعمل هذا راه تستعمل هذا. شو معايا البنات هاد اللعيبة هادي اللي صافي مشا ليها راه شريتها حتى هي غادي نبدلها غادي نحيدها. اجي معايا هادي غادي نحيدها، شريتهم من عند امازون، شريتهم في خمسة ب معرفتش شحال الثمن، ولكن غادي نحاول نخلي لكم روابط ديال بعض الاشياء اللي خديت للحمام من تحت في صندوقي ألوص إلى لقيتهم. روبيني ما بدلناش لحقاش زوين، كاليتي نتاعتو زوينة شتو معايا، بغيتي تغسلي شعرك أو بغيتي تعمري، يعني فغيمون كاليتي زوينة و تعاودي رجع بحالو. كل حاجة في مكان ديالها. بالنسبة لهذا الطابلو هذا غادي نحطو هنايا، ما هو رأيكم؟ سيري بعدا ديري الموبل، ديري لونجمون في البلاصة نتاعهم، وشوفي القنط اللي درت شوفي هكا يا شو شويه خاوي، وخاصو شو شويه دار ديكوراسيون في الحيط، فديري دونك غادي نحاول على ما قدر الامكان ما نثقبش الحيط، ما نديرش فيه بزاف ديال لونجمون، نحاول لونجمون يكونوا غير
شونجمون اللي كان عندي. هذا هي اللي كنت خديته معكم في الاول، هذايا هو الا شفت مثلا شي رونجمون او شي موبل مزوق داك في لي فوتر في ستيلويات، ما داكشي ما بغاش يتحيد ليا واخا درت ليه جميل، وانت نستعمل هذايا باللون ديال 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 رونجمون اللي كاين عندي. هذايا لون ابيض خشيته من عند ويلدون، اصرا ديتكم معايا تولي بحال الى جديد تماما. دونك هذا البنات الى عندكم نتوما دي موبل هكايا في الدار وعندكم وليدات صغيورين او بلا وليدات صغيورين، يعني تشوفوا بان داكشي مع الوقت بدا شي شويه تيخدم بدا تيبدا في شي شويه الوقت، دونك ديروا ليه ان كود بروبر ولا حاولوا تجددوه غير بهذا البنات، خاصو يكون عندكم في الدار. هذا غادي نخليه هنايا، غادي نحدا لافابو، هداك اللي كنحدا لافابو فرميتو حيت ما ماشي زوين، وهذا غادي ندير فيه لي دونتيفريز وغادي ندير فيه لي سيربيات للوليدات، كاع داكشي ديال لي خاص للوليدات غادي نحطو هنايا، وخلاص أنايا ديال داكشي ديالي فما غنحطوش في هاد الحمام سينو راه غادي نلقاو في في القنت لاخر ديال الزنقة مع الوليدات تبارك الله فتيحلو هادشي. نو نو غادي نعلقو هنايا الوليدات، دونك غادي ندير هادو الوليدات ونرجع ليهم لي برودوي ديالهم الوليدات ديال ميسا نحطهم ليهم. هادو البنات فخديتهم من عند امازون موريتهم لكمش في الاول اللي درت لكم الحمام، دايرين بحال هكا قلبت عليهم في المحل قالوا لي ما تيبيعو راكم نديرهم شمعان، هادي فيهم 6 بحال هكا ناتي دايرين هكا ديرهم في دوك شي يدي عمري بالسبعه اذا ديرهم في التقيبات اللي كاينين في الحمام. ايوا لا شو معايا كيفاش تيجيو كملت. دونك بالنسبه لهذا القند هذا فجاه داير بحال هكا، دونك يعني مختلف على داكشي اللي كان، اللون جا فريمون زوين، ودرت فيه هذا الكاد هذا اللي تا هو جا زوين، يعني كانت بلاصتو بلاصه الحمام. هذا الكاد هذا راه كاين واحد السيده هي اللي كانت قالت لي هذاك الكاد رسومه نهار تعاودي لا سال دو بان يعني تصبغيها رجعي للحمام راه غادي يجي تماك شهوه منه. كما قلت لكم بان التعليقات نتاعكم راه مهمين، تنخذ منهم بزاف ديال الافكار تيفيدوني انا كما انا نقدر نفيد بعض السيدات، فتنتم تتفيدوني من خلال التعليقات نتاعكم ومن خلال لي غوتور اللي تدخليو ليا تحت التعليقات، سواء يكون غوتور بوزيتيف سواء تكون غومارك على شي حاجه سواء بغيتي ندير شي حاجه في المستقبل. شكرا لكم من هذا المنبر. دونك بالنسبه للكادر اللي عجبكم فخديته من عند ميزون دي موند، شحال هادي دابا راه ما عرفتش غنتلقاو هاد لا كوليكسيون ولا لا، ولكن هذاك المحل راه كاينين بزاف ديال الاشياء الجميله.
بالنسبه لهاد لي باني هادو، هادو كنت خديتهم من عند جيفي. شحال هادي حتى هما الا قلت لكم شحال هادي، يعني شي 4 سنين او شي خمس سنوات، ودرت فيهم دي سيرفيات بزاف. عاوتاني تيسولوني على النوعيه ديال لي سيرفيات اللي كاينين في الحمام. هاد لي سيرفيات البنات فشريتهم شحال هادي حتى هما من عند ميزون دي مون شي 5 سنين او 6 سنين، فريمون زويونين. المهم انا حيت تيكونوا الدراري فكنحطيهم لي سيرفيات اللي هما عاديين، حيت هكا تيكون شي حد جاي عندي او مثلا تندير تنظيف الاسبوعي ديال الحمام، فتنخرج هاد لي سيرفيات. كاينين فريمون عندهم لي سيرفيات راقيين بزاف. اما بالنسبه لي رونجمون فكاين عندي واحد، هذا اللي تشوفوا معايا، فكاينين عندي فيه دابا 3 في الحمام، وكاين عندي واحد طويل بربعه نتاعتهم، كلهم شريتهم من عند بيوت. دونك تعرفوا هذاك المحل، ف اش غادي نقول لكم، فشريت من عنده الغرفه ديال تانيس يمكن مره ولا جوج ديال النوبات، وما سطخوا ليش قلت لكم ناري. ولكن فيما يخص هاد لي رونجمون هادو، كاين هذا وكاين هذا، كاين هذاك اللي مخبي تماك، فريمون صدقوا طوب ديال طوب ديال طوب. ما تيتلولونيش في الحمام، ما تبدليهمش اللون تاعهم، وجاو فريمون اسورتي لحقاش فيهم داك الخشيب من في لي باني وبالبيض، يعني فريمون جاو فريمون زوين. يعني تنحاول نلقى واحد نديرو في هذا القنت هذا لحقاش بقى هنايا خاوي، باش نوري لكم، باش نكمل لكم بعدا في هذا القنت هذا. فوالا دونك هنايا كان واحد هنا في هذا القنت هذايا، كان هنا واحد المبل فحيدتو، هذاك اللي كان هنايا فحردته هنايا، وهنايا خليته خاوي، وهكايا بدات يعني بدات الدنيا خاويه ومنظمه. شوفوا معايا غير افون وشوفوا معايا غير ابخي، غادي تلاحظوا الفرق. هاد القنت هذايا فدرت هنايا اطاش سيرفيات هكايا دابا يغسلوا، ودرت هاد البرونت هادي اللي كانت تماك، هاد البرونت هادي كانت شريتها حتى هي شحال من شي 5 سنين ولا 6 سنين من عند جيفي، ودرت يمكن تيت بوبيل حتى هي راه جديده، كنت خديتها من عند جيفي، راه وريت لكم الاول، وجا فريمون زوين جا سامبل. درت فيهم لي دونتيفريس ديال الوليدات، لي سيرفيات ديال الوليدات، ولي برودوي ديال ميسا. هي خص هاد القنت هذايا ديال لافابو، دونك هادو اللي راه قلت لكم راه خديتهم من عند جيفي، دونك خديت واحد البوجي من عند اكسيون، ودرت لي سيرفيات عاوتاني ديال ميزون دي موند، حطيتهم هنايا كوم ديكوراسيون خلاص، غير باش نديكوري ونصور لكم. ابخي هاد لي سيرفيات فتنحيدهم، تيبقى غير لافابو عادي. فوالا بالنسبه للارضيه فدرت هاد لي سيرفييت ديال الارض من عند جيفي. اما بالنسبه للدوش فشتو معايا كيفاش جا منظم، درت فيهم لي برودوي البرودويات ديال الدراري، انا لي برودوي ديالي ما تنحطهمش هنايا سينو اقرا عليهم السلام عليكم غادي تخواو. دونك تنحطي لي برودوي ديال ميسا فحطيتهم في الفوق، وميكسا بيبي هو اللي تيغسل به يانيس وسريا ولي شوشو ديالهم. انايا خلاص الى شي نهار بغيت ندوج هنايا فتنطلع معايا لي برودوي ديالي. القنت هذايا خليته خاوي بحال هكا، غادي يكون خاصني واحد لونجمون نحطو في هذاك القنت هذاك، غادي نمشي نشوف الى لقيت نفس لونجمون هكا يكون طوال شي حاجه ليا تكون عريضه، لحقاش كاين عندي الزغبيات اللي هما شي شويه دايرين اعراض، سينو ندير هذاك لونجمون اللي كان عندي من قبل. المهم قولوا لي الاراء نتاعكم فيما يخص هاد القنيته هادي، او نخليها خاويه. درت غير الميزان لحقاش اختكم غادي نبدا ان شاء الله الرياضه، وغادي نبدا ان شاء الله يعني المحافظه على الجسم ديالي، وخاصني نقص شي كيلويات. درت هنايا وماشي شريتو لي انايا، شريتو لي انا وشريتو لميساء، واخا ميساء ما فيها مسكينه ما يتنقص، ولكن قالت لي انا غير بغيت نعبر راسي كل نهار، ما عرفتش علاش انايا اللي خاصني واحد شويه، ماشي بزاف ولكن واحد شويه. وسينو هاد القنت هذايا فجا بحال هكا، وسينو هاد القنت هذايا فجا بحال هكا، ما كثرتيش بزاف ديال الاشياء، داك لي غير كيكورونجمون بعد الحويجات ديالي انا، بعد البرودوي ديالي انا، لي برودويات ديال الدراري، لو ميني ستوك ديال لي شامبون ديال الوليدات، وصافي. وكيكو سيرفيات راه محطوطين تماك، وخليت الدنيا يعني نظيفه ومهويه يعني نقصت عليا بزاف ديال الاشياء. المهم انا عجبتني النتيجه النهائيه، المهم قولوا لي الاراء نتاعكم. ندير لكم هنايا حمام توخ، thank you.
لكم، درت لكم بكل حماس وبكل نشاط وبكل حب. ما عرفتش درت فيه جوج ولا اون سول بارتي، دونك الا درت فيه جوج ديال لي بارتي غتنتظروني ان شاء الله، غادي نحط لكم لا بارتي الثانيه غدا او بعد غدا. خليو لايك لهذا الفيديو هذايا بيان سيغ، كتبوا لي في التعليقات كيف جاكم الفيديو لحد الان، وكتبوا لي بانكم بغيتوا تشوفوا لا بارتي الثانيه. غير جمعت لكم كلشي في هذا الفيديو هذا، فنتمنى ان شاء الله النتيجه النهائيه تنال اعجابكم. وكتبوا لي في التعليقات قولوا لي كيف جاتكم النتيجه النهائيه، يعني النتيجه النهائيه فانها تشبهني سامبل وفي نفس الوقت شي حاجه اللي هي زويونه، شي حاجه اللي هي ولكن تنبقى في لا سامبليسيتي وشي حاجه اللي هي تكون براتيك. نتمنى الفيديو ديال اليوم الى اللي اعجبكم، القاكم ان شاء الله قريبا في فيديو جديد على قناه سما او في واحد من هاد جوج ديال الفيديوهات اللي غادي نخليه لكم هنا، وركوا عليهم.